ومعنا مشاهدينا الكرام من عمان هاتفيا الخبير الاقتصادي دكتور خضير كاظم حمودي. مرحبا بك دكتور خضير. إذا كما شاهدنا هذا التقرير لصحيفة لا تريبون الفرنسية، أكدت في التقرير الصحيفة أن البطالة في العراق وصلت يعني مستوى لم يعرفه البلد من قبل. ما أسباب تفشي البطالة بهذا الحجم في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن حقيقة التفاقم المتسارع للبطالة في العراق يتأتى من خلال الفساد العارم الذي يشهده العراق منذ الاحتلال ولحد الآن. فالحكومة العراقية لا تسترشد بهدى فكري ولا إطار فلسفي يؤدي إلى تقويض معالم التخلف الحاصل البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، إذ أننا نلاحظ ظاهرة البطالة تتفاقم سنة بعد سنة، وهذا من شأنه أن يهدد الوجود الحقيقي لهذه الدولة العرجاء التي لم تحقق منذ مجيئها مع الاحتلال أي هدف ممكن أن يحقق للشعب غاياته وإشباع حاجاته. فإذا الحكومة لا ترتكن إلى القواعد الفكرية التي غالبا ما تزعم أنها تدين بالفكر الإسلامي، ذلك الفكر الذي يعطر الكثير من الآفاق التنموية التي تعزز روح الأخاء والرحمة والتعاون والبناء التنموي في كل أبعاده. يعني دكتور خضير، ولا بد لي عفوا اسمح لي، إذا أنت تقول بأن يعني عدم وجود أي دور حكومي في حل هذه المعضلة البطالة، مع الأخذ بالحسبان اعتماد الثروة الكبيرة التي يملكها العراق. العراق يمتلك ثروات هائلة من الثروات المادية الممثلة بالنفط والمعادن المختلفة، كما أنه يمتلك الأراضي الزراعية الكبيرة والقدرات الهائلة في المجال السياحي والتجاري والصناعي وإلى آخره من الأبعاد. لكن الحكومة لم ترتكن إلى سبل سليمة وواقية لإنقاذ الشعب. لذلك أستطيع القول كما أشار الإمام علي بهذا الخصوص: لو ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك. وقوله: ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق ضيع. وقوله أيضا: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. الآن دكتور خضير، العراقيين يعيشون في بلدانهم غرباء نتيجة الفقر المدقع الذي حل بهم، ونتيجة الحكومات المتعاقبة التي لم تألو جهدا إلا بتوفير متطلبات حياتهم الخاصة وتدعيم الأجندات الذين ينتمون إليها من هذا الطرف أو ذاك. نعود إلى تقرير دكتور خضير، عفوا نعود إلى تقرير الصحيفة الفرنسية التي ذكرت أن يعني مشكلة البطالة تتفاقم على الرغم من الحاجة لمئات المشروعات الاقتصادية داخل العراق لحل هذه المشكلة، ولكن لماذا يلمس المواطن العراقي كثيرا تعمد الحكومة باستجلاب العمالة الأجنبية على حساب العمالة والبطالة الداخلية في العراق؟ العراق بحاجة إلى آلاف وليس مئات المشاريع، لأن البنى الارتكازية له بحاجة إلى تحسين وتطوير. المشروعات الصناعية القائمة بالعراق كلها تعطلت، المستلزمات الزراعية تردد. كل هذه الأمور بحاجة إلى أن
تبدأ الحكومة أو تشرع الحكومة إلى سبل سليمة لإنقاذ هذه المشاريع الصناعية بالبلد. لكنها ويبدو من خلال العلائق القائمة بينها وبين بعض الدول الإقليمية تحاول أن توفر لهم أسواقا استهلاكية وتقوم بتوفير متطلبات تصديرهم إلى العراق لتسهيل الكثير من الأبعاد الاقتصادية لتلك الدول وخصوصا إيران على وجه التحديد. لذلك نجد أن الأسواق العراقية ملئت بالبضائع الإيرانية وبعضها بضائع فاسدة يمكن أن تؤدي إلى الكثير من الأمراض إلى أبناء شعبنا. لكن الحكومة لم تلتفت إلى سبل تطوير وتحسين الأفق الاقتصادي لهذا المجتمع الذي يعتبر بثرواته من أغنى البلدان، لكنه بحكومته الفاسدة والتي سخرت كل ثروات العراق إلى جيوبها الخاصة وإلى جيوب من تمتهن الدور لتوفير متطلباته. شكرا لك من عمان خبير الاقتصادي دكتور خضير كاظم محمود.